خلينا بقى نبدا مع حضراتكم يلا بينا. النهارده علشان في خبر مهم جدا كلنا الحقيقه بنبقى متابعينه، هو استمرار معرض خير مزارعنا لاهالينا، وده طبعا المعرض التابع لوزاره الزراعه بيبيع السلع المنتجات الغذائيه الاساسيه للمواطنين، وده هيستمر لحد عيد شم النسيم، وهيبقى فيه اسعار مخفضه، وده طبعا بناء على تكليفات القياده السياسيه ان يتم رفع العبء عن المواطنين خصوصا بعد الفتره اللي كلنا عانينا منها. بالظبط، الحقيقه المعرض ده من المعارض المهمه اللي اثبتت نجاحها جدا خلال شهر رمضان، وفي اطار الاستعداد بقى للاعياد شم النسيم هيتم ضخ كميات كبيره جدا من الرنجه والفسيخ والاسماك وبيض المائده، الرنجه ب 120 جنيه، الفسيخ ب 270 جنيه، والاسماك ب 65 جنيه، البولتي الكبير والبولتي المتوسط 55 جنيه، والبولتي الصغير 45 جنيه، والبوري 145 جنيه. اسعار اهم حاجه البوري ده، والله انا مبسوط، انا مبسوط بالماده، حاسس ان انا واقفه على ورنجه فرشه سمك، بس الاسعار رنجه والفسيخ. ايه ده، انت قلت لنا احلى اسعار. ايوه والله الاسعار مستنيه تعرف الفسيخ بكام. عشان النسيم، والحقيقه ان كمان في ارتياح كبير جدا من الساده المواطنين بقرار وزير الزراعه بمد فتره المعرض حتى شم النسيم. خليني كمان زي ما قالت عبيده فكره بقى رنجه والفسيخ، خليني اقول لكم الاسعار بتاعه معظم السلع الثانيه اللي الناس برضو بتهتم بيها. اسعار اللحوم البلدي مستقره عند 280 جنيه للكيلو، والكفته 260، الكبده 250، والدي 24، والرز من 27 وحتى 30 جنيه للكيلو، وكرتونه البيض الاحمر والابيض ب 140 جنيه، دعم مباشر للمواطنين. الحقيقه يا فاتن وعماد انا مبسوط جدا بفكره معارض اللي ان هو كمل كمان بعد رمضان، فكره المعرض نفسها، فكره ان يكون في معظم المنتجات اللي المواطنين بيستهلكوها باسعار مخفضه وثابته ومعروفه، لا تتراوح ما بين هذا وتلك زي ما بنشوف في بعض التجار التانيين، دي حاجه ممتازه جدا وبتجذب الناس ان هم يروحوا في اتجاه وفي واحد. المناسبات يعني سلع رمضان، سلع العيد، الكحك والبسكوت، دلوقتي شم النسيم، الرنجه والفسيخ، فخبر حلو جدا، وكل سنه وكل المشاهدين بخير.